والقسط بتاعها صغير، ارقام مش كبيره يعني. قسط؟ قسط ايه يا اخويا؟ هو انتوا كمان وصلتوا للاقساط؟ ده انا سبتكم 5 دقايق عمي، امال لو كنت سبتكم ربع ساعه كنت عملتوا ايه؟ كان زمانكم دلوقتي بتفرشوا الشقه. يا صدفه، في ايه؟ انتصار، في ناس عايزينك هناك. ناس مين؟ معرفش. مدام هدى، مدام هدى كانت بتسال عليكي، شكلها كده بتسال على فلوس الجمعيه. الجمعيه؟ يا لهوي، عندي جمعيه؟ مالك انت كمان يا حبيبي، في ايه؟ قاعد وبتشرب معاها الشاي وقاعد ور ور ور، هو في ايه بالظبط؟ انت بتغيري ولا ايه؟ ماسخ وما فيهوش سكر. ولعلمك بقى، الغيره دي احساس طبيعي بين البني ادمين. ايه يعني؟ في ايه؟ ولا انت ما عندكش احساس؟ لا بحس، وبغير عليكي. ايوه كده، فكرتك يعني من الرجاله اياهم دول.